وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، ضيفي الكريم بعد التحية. يعني مصر منذ بداية الأزمة واندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة وهي تواصل جهودها لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات للقطاع، كيف ترى الدورة المصرية في هذا الصدد؟ هو طبعا في البداية مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. الدور المصري هو أهم دور على مستوى العالم تقوم به الدولة المصرية لمواجهة هذا العدوان وتخفيف الأعباء عن الشعب في قطاع غزة. طبعا احنا لو شفنا منذ البداية اتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة مع جميع قادة وزعماء العالم من أجل الانتهاء الفوري للعدوان على قطاع غزة، ثم بعد ذلك العمل بشكل كبير جدا على دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى قطاع غزة. طبعا احنا عارفين ان في البداية كان في أزمة بتسعى انها إسرائيل تختلقها من خلال قصف المعبر من جهة قطاع غزة لعدم دخول المساعدات، إلا أن مصر بضغطها على المجتمع الدولي وعلى مستوى العالم وكان القرار المهم بمنع دخول أي شخص يحمل الجنسية الأجنبية عبر معبر رفح إلى مصر إلا بعد دخول المساعدات الإنسانية، كان ليه دور مهم جدا إن المساعدات الإنسانية تبدأ في دخولها إلى قطاع غزة. طبعا احنا عارفين أن 80% من المساعدات اللي بتدخل إلى غزة هي من مصر، كما أن مصر فتحت مطار العريش لاستقبال كل المساعدات والطائرات من كل دول العالم. طبعا مؤخرا مع قلة طبعا المساعدات والتعنت الإسرائيلي واحتياج الشعب الفلسطيني أكثر لمعونات أكثر، شاركت مصر بشكل أساسي في إسقاط المساعدات عن طريق الطائرات في شمال قطاع غزة. مصر منذ اليوم الأول وهي بتسعى جاهدة لثلاث نقاط مهمة جدا تسعى إليهم الدولة المصرية. الأول هو الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وده اللي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءاته المستمرة مع كل زعماء العالم وفي كل الاتصالات، للوقف الفوري للعمليات العسكرية. ثم على الجانب الآخر المسار الآخر هو المسار الإنساني من خلال دخول المساعدات وعدم تعنت الجانب الإسرائيلي. النقطة أو المسار الثالث المهم اللي هو الأساسي في هذه القضية وحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية. دي المسارات والثوابت المصرية التي تسير عليها ولم تحيد عنها للحظة منذ بداية الأزمة. طبعا مصر قدمت مساعدات كثيرة لقطاع غزة من خلال المعسكرات اللي تم إنشائها في خان يونس وفي بعض القطاعات. مصر أيضا استقبلت عدد كبير من المصابين وعلاجهم داخل الأراضي المصرية وخاصة الأطفال، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم أحد الأطفال الفلسطينيين في حفل قادرون باختلاف. الدولة المصرية بتسعى بشكل كبير جدا لتغيير وجهة النظر الدولية، وهو ده اللي تم بالفعل في الوقت الحالي، أن أغلب دول العالم تبنت طبعا وجهة النظر المصرية الحقيقية، لأن مصر هي تعلم جيدا ما يحدث في قطاع غزة، بأن ما يحدث ليس دفاعا عن النفس، العدوان ليس دفاعا عن النفس من قبل إسرائيل، ولكنه محاولة لتصفية القضية الفلسطينية الذي ترفضه بشكل كبير الدولة المصرية. نعم. الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.